أبنائي الملاح يا الحلوين مثل التفاح، حياتكم كلها نجاح، وربي يعطيكم مفتاح وطيروا بالجناح. هذه الليلة نحكي لكم حكاية الحمامة المطوقة، تبعوا معايا. حاجتكم لو كان مرجلية مرجتكم، بالويح نوال ياسمين أنا راني رشيتكم. كان يا مكان الخير من الله والشر من الشيطان، وما ينفع غير الصح والصدق يا فتيان. في واحدة الغابة جميلة كاين مجموعة من الحيوانات عايشين في أمان واطمئنان، لكن هناك كذلك مجموعة من الحمامات عايشين متحابين متراضين متعاونين. نعم، المكان اللي عايشين فيه يا ولدتي تغيرت الحالة، ولات ما كاش الماكلة في هذاك المكان اللي عايشين فيه. هذوك الحمامات يا ولدتي الأربعة قرروا أنهم يسافروا لمكان آخر، لبلاد واحدة أخرى. عندهم السلطانة تاعهم اللي هي الحمامة المطوقة، وقرروا باش يسافروا. ناضوا مع الصباح بكري وراهم في السماء طايرين 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 طايرين. من بعد واحدة منهم شافت حبة تاع قمح في الأرض، نطقت وقالت لهم: أوه صديقتي خير حبة تاع قمح، هاي نزلوا ناكلوهم. نطقت المطوقة: لا لا ما ناكلوش، لكن شوية بركات، هيا نكملوا طريقنا. وبعد تغلبوا عليها في الراي وهبطوا لهذوك الحبات تاع القمح باش يلتقطوهم. هذوك الحبات تاع القمح دارهم واحد الصياد ودار عليهم شبكة، لما هبطوا باش يلتقطوا هذوك الحبات الشبكة دارت عليهم. بدوا يتخبطوا يتخبطوا: وصرافينا 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 وصرافينا. من ظهرهم الصياد اللي وضع الشبكة ما كانش تما، كان في مكان آخر، كان ينتظر في الشبكة لما يجي يلقاها فيها كاش حاجة كاش صايدة. راهم يتخبطوا يتخبطوا هكذاك ويبكوا. نطقت الملكة تاعهم ذكية قالت لهم: ما ينفعش ما ينفعش البوكا يا صديقتي، ما علينا غير نتحدوا نحلكوا جناحتنا كاع في ضربة وتطلع بينا الشبكة ونسلكوا. من بعد فرحوا. نطقت واحدة قالت: بارك الله فيك يا ملكتنا انت ذكية. وبداو يحركوا في جناحتهم والشبكة راهي تطلع تطلع تطلع، طلعت بيهم وبداو رايحين في السماء فرحانين. الصياد جاء أخزر: راح العشاء راح العشاء. تأسف بصح يا ولدتي، هما هكذا كاين واحد الغراب كان يتبع فيهم. انطق وقال: هذه الحمامات عجبوني عجبوني كيما التحديد، نتبعهم ونطلب منهم الصدقه نولي صديقهم. وراهو يمشي من وراهم وهما راهم طايرين. نطقت الملكه الحمام المطوقه قالت لهم: شوفوا يا صديقتي، اين لما نوصلوا واحد الجبل نهبطوا، في هذاك الجبل كاين واحد الفار صديقي نعيط له يقطع علينا الشبكه. فرحوا دائما ملكتهم تعطيهم الحل الصائب. فرحانين والغراب راهم وراهم، راهو يمشي 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 وراهم. وصلوا قدام هذاك الجبال قالت لهم: اهلا نهبطوا. هبطوا كلهم فرحانين وبدات تعيط: صديقي يا الفار، اي وراك. الفار كان دخل الغار. شكون هذه اللي تعيط لي؟ شكون؟ نعرفها، صديقتي المطوقة. خرج من الغار وقال: وش بيك راكي هكذا حاصلة؟ وش صرالك من طبعك ذكية؟ قالت له: يا صديقي الفار، العقل يحضر ويغيب، جينا باش تسلكنا من هذا الشبكه اللي حاصلين فيها. وحكيت له الحكاية. الفار قال: ما يكون إلا خاطرك أنت صديقتي، ما نفرطش فيك، الأصدقاء يتلاقوا في الشدة. ومن بعد راح يقطع من جهتها. قالت له المطوقة: لا ما تقطعش من جهتي، قطع من جهة صديقاتي. قال: وعلاش انتي ما تحبش نفسك؟ ماشي هكذا. محبوش قالت له: لا يا صديقي، انا نحب نفسي، بصح لو كانت تقطع من جهتي انايا راك تعيا، ولما تعيا ما تكملش تقطع لصديقاتي اللي هم حاصلين. الفرق: بارك الله فيك، هنا وين زدت حبيتك
انت يا تحبي الاخرين كيما تحبي نفسك. هيا وبدا يقطع في الشبكه، يقطع يقطع، يسلك فيهم بالوحده، سلكهم الكل ولوا فرحانين، يرقصوا يرقصوا يرقصوا. من بعد انطق الغراب اللي كان يتبع فيهم، يا حمامات عجبتوني عجبتوني، انتوا متحدين ومتحبين، ماشي كيما احنا معشر الغربان كل واحد يخلغ على نفسه، انا حبيت نولي صديقكم. انطق الفال قال له انت عدويا تاكلني؟ لا لا بعدنا، انت ما تولي صديقنا. الغراب قال له ما عندي حتى فايده كي ناكلك، حبيت نولي صديقكم، عجبتوني عجبتوني بزاف بزاف، انا ما نجيش ندير الشر خلاص، تعلمت منكم درس تعلمت منكم درس. تشاوروا ما بيناتهم، والغراب هذاك ولا صديق الحمامات وصديق الفار، ومن هذاك النهار يا ولدتي ولاو متعاونين متحابين فرحانين. نعم هذه يا ابنائي خلاصة هذه القصة، بالمعاونة نسلكوا، بالمعاونة دائما ننجحوا. كملت الحكاية ومازال كثير معايا، نتلاقاو ونتحاكاو بحكاية الكنز المكنوز، وحنا جالسين على زربية مزينة بطرس البطروس. روحوا ترقدوا يا وليداتي، والليلة الماجية إن شاء الله نحكيوا حكاية أخرى مليحة. بارك الله.